السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي المنهج الجديد. إن شاء الله يا شطار هنستكمل كورس التأسيس اللي احنا ابتدأناه مع بعض، ودي الحصة رقم 2 يا أستاذ. احنا خدنا في الحصة السابقة إزاي نقسم قسمة منتهية على كم رقم؟ على رقم واحد. إن شاء الله الحصة الثانية دي هناخد القسمة المنتهية على كم رقم؟ على رقمين. هنا يا أستاذ بيقول لك اقسم لي 26 على 13، تمام؟ احنا قلنا المقسوم اللي هو 26 بنكتبه هنا، اللي هو مين؟ 26. طب المقسوم عليه اللي هو 13 كنا بنكتبه هنا 13، تمام يا أستاذ؟ ركز معي، أنت بتقسم على كم رقم؟ على رقمين، يبقى هنبدأ ناخد بالكم رقم؟ بالرقمين. كنا كم خطوة القسمة؟ القسمة خطوتين، أول حاجة نقسم، تاني حاجة نرجع نعمل إيه؟ نرجع نضرب. يلا نقسم 26 على 13، في واحد يقول لي يا أستاذ الرقم كبير هيكون صعب علي، ركز معايا أنا جايب لك طريقة ذكية جدا جدا للقسمة، إيه هي يا أستاذ؟ هنيجي نخبي الرقم الأول هنا وهنخبي الرقم الأول هنا، تمام؟ اتفضل معايا الاثنين وتفضل مين؟ وتفضل الواحد، اقسم الاثنين على الواحد، اثنين على الواحد فيها الكام؟ فيها الاثنين، وبكده يا أستاذ خلصت أول خطوة اللي هي مين؟ القسمة، ندخل على ثاني خطوة اللي هي الضرب، اضرب 2 ضرب 3 الناتج 6 و2 ضرب 1 الناتج كام؟ 2. خدها قاعدة كده، طول ما تكونوا رقمين تحت بعض مباشرة أطرح 6 ناقص 6 صفر و2 ناقص 2 صفر، وبكده ناتج باقي القسمة كام؟ باقي القسمة صفر، إذا القسمة دي مالها؟ قسمة منتهية، طبعا مفيش أرقام تتنزل عشان نجري الخطوتين، يبقى كده أنت إيه؟ خلصت، الناتج هيكون كام؟ الناتج هيكون 2. ناخد كمان مثال عشان نتدرب أكتر وبرضه الفكرة توصلك بنسبة 100%، ويلا بينا مع بعض. وهنا يا أستاذ ناخد المسألة رقم 2، ليه يا أستاذ؟ عشان نتدرب أكتر وبرضه فكرة إيه؟ فكرة الفيديو توصلك ب100%، طبعًا الرياضة سهلة وبسيطة جدًا بس محتاجة إيه؟ واحد يتعود على حل المسائل كتير، وبكده الأمور هتكون مع إيه؟ سهلة وبسيطة، وبإذن الله هيدعي لي في نهاية الترم وهيقول لي يا مستر أنا جبت الدرجة النهائية في مادة مين؟ الرياضيات، وفي الحالة دي أنا هكون مبسوط جدًا جدًا جدًا. يلا بينا نشوف المسألة؟ يلا بينا. هنا بيقول لك اقسم لي 4824 على ايه؟ على 24. قلنا المقسوم اللي هو 4824 بنكتبها هنا. اللي انا بقسم عليه اللي هو 24 بكتبها ايه؟ هنا. ركز معايا انا بقسم بالكام رقم؟ بقسم على رقمين، يبقى هنبدا ايه؟ نختار بالكام رقم؟ بالرقمين. عندي كم خطوه للقسمه؟ 2، مره نقسم ومره نرجع ايه؟ نضرب. عاوز نقسم 48 على الكام؟ على 24. زي ما قلت لو حسس ان الدنيا صعبة مش هتعرف تقسمهم، خبي الاول هنا وخبي الاول هنا، يتفضل الاربعة والاثنين، صح؟ اقسم الاربعة على الاثنين، اربعة على الاثنين فيها الكام؟ فيها الاثنين، وبكده يا استاذ انا خلصت اول خطوة اللي هي مين؟ القسمة. ندخل على ثاني خطوة اللي هي نرجع نضرب، اضرب 2 في 4 8 ونكتب ال 8، و2 في 2 ب 4، طول ما تكونوا رقمين تحت بعض يا شاطر بنعمل ايه؟ بنطرح 8 ناقص 8 صفر، و4 ناقص 4 كام؟ صفر. هل كده خلاص؟ قال لي لا، انت تنزل رقم جديد عشان ترجع تعمل الخطوتين تاني. مين الرقم اللي عليه الدور؟ اللي هو مين؟ اللي هو 2. 2 على 24 ينفع نقسم ال 2 على 24؟ لا يا استاذ، طالما اصغر منه ما ينفعش القسمه. اعمل ايه؟ هنزل رقم جديد على الدور اللي هو مين؟ اللي هو 4. بس ركز في المعلومه دي، ركز 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 يا شاطر عشان ما توقعش فيها. انا في خطوه واحده نزلت كم رقم؟ رقمين، صح؟ نزلت مره الاثنين وما نفعتش، رحت بعد كده منزل مين؟ الاربعه. يعني في خطوه واحده نزلت كم رقم؟ رقمين. تطلع فوق تدي انذار بالصفر. الانذار بالصفر ده بيقول لي ايه؟ ان نزلت كم رقم؟ رقمين في خطوه واحده، تمام؟ نبدا نقسم ال 24 على الكام؟ على ال 24. هنخبي الاول من هنا ونخبي الاول من هنا، اصبحت اللي اتبقى جميع الاثنين والاثنين، نقسم 2 على الاثنين فيها الكام؟ فيها الواحد، وخلصت اول خطوه. نعمل ثاني خطوه اللي هي الضرب، 1 في 4 بكام؟ بأربعة، وواحد في اتنين بكام؟ باتنين. طول ما تكونوا رقمين تحت بعض نطرح الناتج صفر صفر، يبقى الباقي هنا بكام؟ الباقي بصفر، يبقى دي القسمة منتهية، يبقى الناتج 200 وكام؟ 200
واحد، ودي كانت بمنتهى البساطة القسم المنتهي على كم رقم؟ على رقمين. تابعوني أنا عماد يسري، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا الوالد الله يرحمه، وتفتكروني بدعوة جميلة منكم لعله يكون آخر لقاء. انتظروني في فيديوهات جديدة. السلام عليكم.